بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لقاء لنا يتجدد معكم من خلال مأدبة هذا البرنامج العتيق الذي يثري العقل الجمعي للأمة في كل مكان بفهم واضح ومستنير لنصوص الشرع الشريف. ولقاؤنا اليوم يأتي تحت عنوان الإنسانية وطن المؤمن. لخص ربنا سبحانه وتعالى مقاصد النبوة في هذه الآية الرائعة التي يجب معها ومع غيرها أن تتشكل عقلياتنا بها، حين قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى تنعكس معاني الرحمة علينا جميعا، لا بد من ثقافة الألفة، لا بد من فقه الشعور بالآخر، لا بد من فقه التكامل، من فقه التراحم، من الحركة المتعاونة لا الحركة المتعاندة، لا بد من ثقافة التدبير لا ثقافة التبرير. حتى تنعكس كل هذه المعاني، لا بد وأن نعلم جيدا أن الإسلام دين عالمي، وبالتالي يجب أن يكون المسلم أيضا عالميا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الوطن الإنساني، فيقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من هنا يجب أن ينظر كل إنسان منا في دائرة وطنه، في دائرة نفعه، في دائرة خيره. هناك إنسان وطنه نفسه فقط، إذن خيره لا يتجاوز إلا نفسه. هناك إنسان آخر وطنه أسرته، إذن هذا خيره لا يتجاوز أفراد أسرته. هناك ثالث وطنه هو أمته، فالخير يتسع مع دائرة هذه الأمة. وهناك آخر وطنه هو الإنسانية، وهذه هي أعلى صفات المؤمنين التي نفهمها من كلام ربنا في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أريدك أن تنتبه جيدا إلى هذا الحوار الرائع الماتع بين سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس سيدنا أبو ذر جلسة المتعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ ولعل هذا السؤال يرد على أذهاننا جميعا. إن أردت أن تتعرف على الجواب فأنصت جيدا لهذا الحوار بين سيدنا أبي ذر وسيدنا رسول الله: يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. وهذا أمر بديهي، الأصل الإيمان بالله، وليس المقصود هنا الانتماء للإيمان وفقط، بل ترجمة التعاليم الإيمانية، تحويل التعاليم الإيمانية إلى واقع عملي مجسد في حياتك. قال: يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ إذن كأن سيدنا أبا ذر يبحث عن العمل الذي إذا قام به ضمن النجاة من النار وبالتبعية دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعم مما أطعمك الله. أن تكون صاحب بذل، أن تكون صاحب سخاء، أن تكون صاحب جود، أن تكون صاحب عطاء، وكل على قدر استطاعته. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق؟ هو فقير، ليس لديه أدوات وإمكانيات العطاء والسخاء والجود. يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعين ضعيفا. أعطاك الله قدرات، مواهب، طاقات، إمكانات، حاول أن تستثمر هذه الطاقات والقدرات في أن تعاون بها من لم يهبه الله هذه الطاقات. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعين مظلوما. أعطاك الله وجاهة بين الناس، كلمة مسموعة، جودة في اللسان، قف مع هذا المظلوم، اجلب له الحق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ قال: فلتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى سيدنا أبي ذر وقال له: يا أبا ذر، أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ لا يستطيع أن ينفق، لا يستطيع أن يطعم، لا يستطيع أن يعين مظلوما، لا يستطيع أن يعين ضعيفا، لا يستطيع حتى أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. فنظر النبي إلى سيدنا أبي ذر وقال له مبتسما: فليمسك أذاه عن الناس. هنا
قال: من فعل ذلك يا رسول الله ماذا يكون له؟ قال: من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة. فعلينا أن نتمثل الإنسانية، هذا ما أسسنا عليه رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.